بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأبرار الميامين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اعتقد عقيدتهم وسار على منهاجهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الفضلاء من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامجكم وتواصوا بالحق. نسأل الله جل في علاه وتبارك في علياه أن يجعلني وإياكم ممن يتواصى بالحق ويتواصى بالصبر، وممن يقوم بأمر الله عز وجل كما أمر الله سبحانه، وأن يبارك لنا فيما بقي من أيام مباركات وليال فاضلات. لا شك أننا قد قاربنا من نهاية المضمار والسباق، فنسأل الله تعالى أن نكون من الفائزين الرابحين. نحن لم يبقى لنا إلا أيام قليلة ودقائق معدودة، فما أحوجنا إلى مزيد من التشمير والاجتهاد والجد. نسأل الله تعالى أن يعيننا وأن يشرح صدورنا وأن يقبل بقلوبنا عليه. في هذه الأيام حري بنا أن نتذكر جنة الله تعالى التي أعدها لعباده الذين قبل منهم الصيام والقيام والذين تفضل عليهم بالعتق من النيران. ما أحوجنا إلى تذكر تلك الجنة التي خصها الله عز وجل لعباده المتقين. قال جل في علاه: إن المتقين في جنات وعيون. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين. مقام أمين فيه أمن من كل آفة ومن كل كدر ومن كل تنغيص. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا الفوز بجنات النعيم وأن نكون من أهل الجنان. قال عز وجل: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نعم، الذين اتقوا الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والذين قاموا بما أمر الله وراقبوه وخافوه وحاسبوا أنفسهم، هؤلاء هم المقصودون بقول الله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. هذه الجنة إذا أردنا أن نذكر شيئا مما فيها من خيرات وبركات لا يسعنا هذا المقام أيها الأحباب، لكن حسبنا أن نذكر شيئا يسيرا مما فيها. إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، والحديث في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يناديهم ربهم: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ بعدما كانوا فيه من النعيم ومن السعادة الأبدية ومن المتع والشهوات بجميع أصنافها وأنواعها وأشكالها، يقول لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: نعم يا ربنا، وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول الله عز وجل: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: وما أفضل من ذلك؟ قال جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هل هناك أعظم من هذا الفوز ومن هذا النعيم ومن هذا التوفيق ومن هذا
التسديد حين أوصلهم جل وعلا إلى جنته وإلى مستقر رحمته، وقال لهم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يناديهم مناد: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا. هذا فيه عزاء لكل من هو مبتلا بمرض أو وجع أو سقم، كذلك لمن يعاني في هذه الحياة من الشدة والتنغيص أو الكرب، كذلك من كان مبتلا بحبس أو سجن، ربما كان مظلوما، كذلك كل من كان في هذه الحياة يعاني. هذه البشرى لأهل الجنة، فالجنة ليس فيها معاناة ولا قلق، وليس فيها هم ولا غم ولا كدر. أهل الجنة ينعمون ولا يبأسون، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فجنة طابت وطاب نعيمها، نفحاتها في هذه الأيام قريبة، قليل من الاجتهاد وقليل من العمل والإقبال على الله تعالى، الإكثار من ذكره، الإكثار من الاستغفار، الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. الإقبال على الله في هذه الأيام والليالي حري بمن فعل ذلك أن يكون من المقبولين، مع محاسبة النفس أيها الأخيار. حاجتنا ملحة دائما إلى أن نحاسب أنفسنا، ننظر في أعمالنا، في أقوالنا، في تصرفاتنا، هل نحن على ما يرضي الله تعالى؟ هل أعمالنا ومواقفنا وآراؤنا موافقة للشرع الحنيف، موافقة للكتاب والسنة؟ هل نحن مقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأسلاف الصالحين في كل شؤونهم، سواء في باب المعتقد أو باب السلوك أو باب الاقتداء والمتابعة أو باب الأخلاق أو التعامل مع الآخرين ومع الناس؟ هل نحن قد سلكنا هذا الطريق القويم وهذا المنهج المستقيم، وكنا فعلا وحقا وتحقيقا متبعين لأسلافنا الصالحين وعلمائنا الربانيين من الصحابة والتابعين؟ لا بد أن نحاسب أنفسنا، وأن نعيد النظر في أحوالنا وفي أقوالنا، وأن نتأمل دائما. نحن بحاجة، لأن الخطر أيها الأحباب إنما يدخل على هذا الإنسان من وسوسة الشيطان وتسويل النفس الأمارة بالسوء، حين تكون بعض الآثار الدنيوية أو ما يحيط به في دنياه من فتن وبلايا، حين تكون تلك الفتن والمحن والابتلاءات سبباً في اعتقاد غير الحق أو في سلوك غير الطريق السوي المستقيم الذي رسمه رب العالمين لنا، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كثير من الناس تؤثر فيه الأحداث والمواقف، الناس، كثرة من يتبنى أو يعتقد الأقوال والآراء فيسلك معهم هذا السبيل، ولا يحاسب نفسه ولا يتأمل في عمله وفي قوله وفي تصرفاته. الحاجة ملحة إلى محاسبة النفس، من حاسب نفسه اليوم خف حسابه غدا عند الله جل وعلا. ولذلك أتذكر في هذا المقام كلمة
قالها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وهي في صحيح البخاري، قال: إن الدنيا قد أدبرت مرتحلة، وإن الآخرة قد أقبلت ودنت وارتحلت مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فلذلك أردت أن أقدم بهذه الكلمة ونذكر نفسي وإياكم بأن نشتاق لجنة الله تعالى وأن نتعلق بها، وأن نعلم أن تلك الجنة التي إذا دخلها المسلم أنه ينعم فيها نعيما أبديا سرمديا، ليس فيه تنغيص أبدا، بل أخبرنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن أدنى أهل الجنة وأن آخر من يدخل الجنة أنه يعطى 10 أضعاف ما يتنعم به ملك من ملوك الدنيا. هذا آخر أهل الجنة دخولا. أما أعلى أهل الجنة فقال الله: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. نعم، هذا ما أردت أن أقدم به. أرقام الهواتف ستظهر لكم على الشاشة تباعا، ويمكنكم أيها الأحباب التواصل معي بأسئلتكم واستفساراتكم، ومن كان عنده سؤال، وأرجو من الإخوة أن يسألوا أسئلة نافعة فيما يعود عليهم وعلى إخوانهم بالنفع والثمرة والفائدة. فإن المسلم ربما يسأل سؤالا يعلم هو جوابه لكنه يريد أن يفيد غيره، فهذا من فعل الفضلاء والأذكياء من الطلبة، يسألون سؤالا لا يريدون به العلم المجرد، وإنما يريدون نفع إخوانهم. نعم أيها الأحباب، يمكنكم التواصل. ومعنا أول اتصال في هذه الحلقة، عبد العزيز. تفضل يا عبد العزيز. السلام عليكم شيخ محمود، حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله، الله يبارك فيك. كيف حالك شيخ؟ لا بأس عليك. بخير الله يحفظك. شيخ، أردت أن أسأل عن العمل في المصرف، أسماء العمل في المصارف بصفة عامة، يعني وحتى مثلا إن كان محرم، يعني شنو علة التحريم، وإذا كان طيب. يعني تبين ما هو الجانب الجائز والغير جائز في هذا الأمر. في هذه عندك سؤال؟ عندك سؤال آخر؟ سؤال ثاني، يعني سؤال عن العلمانية، ويعني ما واجب المسلم تجاه العلمانية، ما موقف المسلم تجاه العلمانية؟ جزاك الله خير، شكرا. وإياك، بارك الله فيك، الله يسلمك. معنا اتصال الأخ علي، تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ عليكم، الله يبارك فيك ويسلمك. سؤال يا شيخ بالله. تفضل. أنا مثلا سألت شخص مبلغ لكي يشتري بضاعة ما باهي. نعم. وما كانش فيه تفاهم اني نشتري منه البضاعة بعدين، هل يجوز لي بعدين اني نشتري منه البضاعة اللي صنفتها علشان اشتريها؟ انت اعطيته المال على اي اساس؟ اعطيته انه بيشتري حاجة، طلب مني مبلغ يطلع بيشري حاجة، بعدين الحاجة هذه قلت مشريها منك. انا متكلمش على الحاجة. لا انا انت اعطيته المال على اساس انه قرض او استثمار بينكما؟ قرض؟ ايه، يعني اقترض منك مال ليشتري مالي. سلعة. ايه، متأكد انت على سبيل القرض؟ اكيد قرض. طيب، يعني هل اذا اشتراها هل لك ان تشتريها منه؟ ايوه. طيب، ويبقى المال الذي اعطيته يرجعه لك؟ هل صحيح مثلا بايخ علي الفلوس بيشتري السيارة هذه حبيت اشتريها منه،
تصير منها الطريقه هذه، ولا نشريها منها وبعدين يعطيني اللي سلفته منها. السيارة إيه؟ ثم اردت ان فقلت ما رايك ان تبيعني السياره بغض النظر بموضوع إيه؟ القرض هذا وحده إيه؟ اشتريت إيه؟ منه السياره والقرض بعد ذلك سيرجعه لك، صحيح؟ إيه صحيح. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. جزاك الله فيك يا عم ايمن. مع الاتصال الاخ ايمن، تفضل يا ايمن. ايمن بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فما أدري هل أيمن معنا لا يزال ولا انقطع الاتصال بالنسبة لأيمن؟ الأخ أيمن هل معنا؟ يبدو أنه انقطع الاتصال. طيب معنا اتصال الأخ محمد، تفضل يا محمد. محمد انقطع الاتصال. صالح تفضل يا صالح. الفالح الله يبارك فيك، اجعلنا وياك من الفالحين يا الفالح. تفضل. امين. يا شيخ نبي نعطيك، نبي نقول لك عن سؤالك يعني، معليش. نعم يا شيخ، تو نحن في شهر مبارك، في شهر رمضان المبارك، في شهر الحرام، كل حل نديروها تحاسبوا عليه عند الله سبحانه وتعالى. نحن مضبوط والله. لا يا شيخ، الواحد يخاف الله مرات، ما تقول انت خطوة تو قدام المشاهدين وشو شاهدوا فيك المشاهدين، عرفت؟ والواحد يقعد عليه ركيزة قبل ما يحكي مع المشاهدين ومع الناس، يقعد عليه ركيزة. صح، خاف الله سبحانه وتعالى، رنا معذبين بكرة، ستعذبوا بكرة عند الله سبحانه وتعالى. والله ما نديروا حاجة، مش والله تعذبوا فيهم، تعذبوا علينا نحن، عرفت؟ أنت شوف يا شيخ، أنت خليت الفالح يكمل كلامه. طيب أحمد تفضل يا أحمد. أهلا بيك أحمد. تحاول الله يبارك فيك أحمد، تفضل.
الله يسلمك بارك الله فيك. يا شيخ من عند هنياه لازم نقول لك انت تقول حقيقي سلفي. نعم شوي شوي. طيب معنا عمر، تفضل يا عمر. عمر الو السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. بارك طيب. نعم يا شيخ وراه اللي ينطق عليه كلمه شيخ راه ما تهيوش باي. خلوه يكمل يا جماعه، خلينا نفهم الفكره شنو بيقول، لعله ناصح، نحن نحب الناصحين. الناصحين معك في الفيديو. هاي يا عمر، يا اخ عمر، يا اخ عمر شويه بس بيفهمني ما المقصود. فهمنا النصيحه الاولى واننا نخشى ان نكون معذبين، نسال الله ان يغفر لنا ويرحمنا. اعطينا الان السؤال او النصيحه، تفضل. ها معانا ولا انقطع الاتصال؟ طيب تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمود عندنا العالية في المنطقة الشرقية انتشر الموت الفجأة، ابتلاس تخيلنا في المنطقة الشرقية. المرض من جنة واحد، مرض القلوب الضيع فيها قول هي والله فيها الله المستعان. والشيء الثاني اللي بدنا نشتغل عليه، هل يجوز اني نطلع الزكاة من توا؟ اخراج الزكاة، زكاة الفطر يعني. من توا وركز لها السؤال الاول، قضية الموت الفجأة اللي انتشر في المنطقة الشرقية. الله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية، بارك الله فيك يا أخ علي. ماشي يا سيدي، السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال الاخ مصطفى، تفضل يا مصطفى. معنا اتصال الاخ مصطفى، تفضل يا مصطفى. ايوه السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبتين يا شيخ، شنو امورك؟ الله يبارك فيك ويسلمك. بارك الله فيك، ونبي سؤالين يا شيخ لو سمحت يعني معلش. تفضل. عندي طبعا مثلا تو عنده شخص موظف باهي، وعنده زوجته طبعا موظفه، وعنده اولاده طبعا ثلاثه واثنين واللي هم ياخذوا في رواتب، يعني كل العائله تاخذ في رواتب ما شاء الله. باهي عمليه اخراج الزكاه بتاعت المال، يعني انا استفسرت عليها في قولين، ولكن نبي نحب نفهم منك انت يعني هل نقدر نجمعوا الرواتب هذه كلها مع بعضها ونطلع عليها زكاه، ولا كل واحد او كل شخص يزكي على ماله؟ واضح السؤال يا شيخ. عندك سؤال اخر؟ واضح. السؤال الثاني طبعا عندي اختي طبعا ما تقاضاش مرتب، ومتزوجه طبعا انسان معاف، والمعاف هذا طبعا ياخذ في نتاع التقاعد اللي هو 450، يعني هل يجوز نطلع عليها زكاه الفطر والا لا؟ يعني ما السؤال هذا، ويرحم الله والديه ان شاء الله. يعني هم المساكين تشعر بهم محتاجين. هم محتاجين ايه، لان يعني ظروفه ان هو راجلها معاف، وطبعا انا عارف ان المعاف يحتاج الى علاج والى كذا، وعندهم 450 بس يعني هذا اللي يتقاضى فيها. ما يعني تقصد انهم محتاجون يعني. كيف يا شيخ؟ يعني هم الفقراء والمساكين. ايه هذيك حسب الظاهر يعني الظروف متعبانه شويه، هل يجوز نعطيها الزكاه كاختي ولا لا يعني؟ ما طيب بارك الله فيك. مع الاتصال الاخ محمد، تفضل يا محمد. السلام عليكم شيخ محمود. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله وبياك، نسال الله يحفظك ويحفظ جميع العلماء ان شاء الله. سؤال اول شيخ محمود بالنسبه لقضيه الحديث معاذ رضي الله عنه لما طلب الشيعة في اليمن غير القمع والشعير من اجل منفعه الصحابه، فهل الكلام هذا اللي يذكره العلماء في هذا الحديث هل يتنزل الى زكاه الفطر؟ هذا الاول
السؤال الثاني. نعم. كلام العلماء عندما يقول ان يجوز للعالم ان يفتي في مسألة شرعية حتى يعلم حكم الله وحكم الرسول وحكم الواقع الذي يوفيه توا، مثلا ادرى الناس بالواقع الليبي هم علماء ليبيا، فكيف نحن نطلب مثلا بعض علماء الحجاز او هم يتدخلوا في واقعنا؟ يعني هل هم ما يعلموش ان غيابهم عن الواقع، هل مثلا زي الشيخ صالح فزار ربي يحفظه بعض العلماء غيابهم عن الواقع الليبي كيف يسمح لهم انهم يسكتوا عن بعض المشايخ الذين ينتسبون للعلم انه يتكلموا في واقع الليبي وخاصه في قضيه الدماء ومساله خطيره؟ بارك الله فيك. وفيك الله يحفظك الله يبارك فيك. خلينا نجاوب، يمكن اتصال الأخير إذا كان في اتصال. نعم أعطونا ريان، تفضلي ريان. نعم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أنا بدي أسألك على حكم أني نطلع بالحجاب الشرعي بس ما نلبسش في الكفوف، كيف حكم إيش؟ عيد السؤال. أنا نطلع بالحجاب الشرعي بس أنا لبست في الجوانتي. الجوربين لا يعني. إن هو عادي ولا حرام؟ طيب مثلاً والخمار خمار موجود أو الوجه مكشوف؟ لا مكشوف الوجه. طب أنت سألتي على اليدين، ليش ما سألتي على الوجه؟ سألت عشان هيك يعني أنا بحكم إني دراسة هيك ما ألبسك في الخمار، لكن مثلا على حكم الجوانتي. بقى أنت بتلبسي الجوانتي والخمار لا مثلا يعني. طيب واضح الجواب السؤال. طيب إذا الآن أستعين بالله على هذه الأسئلة معي. الأخ عبد العزيز يقول أنه يسأل عن حكم العمل في المصارف بصفة عامة، وإذا كان محرما ما هي العلة في التحريم؟ بالنسبة للمصارف حكمها كحكم أي جهة تقوم على ما حرم الله، أي مؤسسة أو أي عمل يقوم به الإنسان إذا كان هذا العمل يشتمل على ما حرم الله، أن المسلم يقوم بعمل محرم، فإنه يحرم عليه أن يعمل هذا العمل، فلا يجوز له، فضلا أن يكون هذا العمل هو مصدر الكسب والرزق. فلما كانت البنوك في الأصل تقوم على الربا المحرم كان العمل فيها حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، فهذا في صحيح مسلم. لكن الآن بعدما تم إيقاف الربا من المؤتمر الوطني وتم إلغاء كل ما يتعلق بالربا والمؤسسات المصرفية لم يبقى فيها ربا ولا ما حرم الله إلا إذا حصلت تجاوزات يعني فردية فهذا أمر آخر، وإلا أيضا ما استثناه الإخوة هداهم الله في البرلمان حين ألغوا ما قام به المؤتمر من إلغاء الربا وأرجعوه، ولا أدري عن يعني المصارف في المنطقة الشرقية هل يقرضون قروضا ربوية يسموا فيها سلف اجتماعية وهي قروض ربوية محرمة يعطيها على الأحمر، فلا أدري. لكن بالنسبة للمنطقة الغربية بحسب علمي المصارف ليس فيها ربا، فإن تيسر لك عمل في مصرف فلا حرج عليك، وعليك أن تسأل تتحرى إن وجدت الأمور على ما هي عليه وليس هناك ربا فتستمر، وإلا فتترك هذا العمل. هذا جواب هذا السؤال. عبد العزيز يقول موقف المسلم العلمانية. العلمانية يا أخ عبد العزيز والكلام للمشاهدين يعني هي فكرة تقوم على مناقضة القرآن والسنة. الله عز وجل أرسل إلينا نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه وأوحى إليه بهذا القرآن المبارك يبين لنا
كل الأحكام التي تتعلق بنا، الأحكام الدينية والدنيوية في كل شؤون حياتنا. العلمانية تأتي وتقول لا، لا ينبغي للقرآن أن ينظم كل شؤون حياتكم أبدا، القرآن ينظم الأخلاق، ينظم العبادات، أما ما يتعلق بالأمور الاقتصادية أو الأمور السياسية أو إدارة الدولة فلا ينبغي للقرآن أن يكون له دخل في هذا. ومن باب أولى كأن هذه الفكرة كأن أصحابها يقولون يا ربنا نحن نعبدك، نصلي ونصوم ونزكي ونحج، أما أن يكون لك دخل في إدارة الدولة أو في اقتصاد الدولة فهذا لا نرضى به ولا نقبله. وحقيقة العلمانية بهذا أنها كفر ببعض ما أنزل الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك هي فكرة في غاية الخطورة تناقض الثوابت العقدية من كتاب رب البرية عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. السلم هو الإسلام، ادخلوا في الإسلام كله، اعملوا به كله، التزموا أحكامه وتعاليمه في الجوانب السياسية والاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية والتعبدية وفي سائر شؤون الحياة. أما أن يؤمن الإنسان ببعض الكتاب ويكفر ببعض فكما قال الله لبني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى عذاب شديد، نعوذ بالله. طيب، الأخ علي يقول بأنه أقرض شخصا مالا وهذا الشخص ذهب واشترى سيارة مثلا، هل يجوز لي أن أشتري منه السيارة؟ أولا، إذا أنت أقرضته مالا إلى سنة مثلا أو ستة أشهر فلا شك أنك مأجور على هذا العمل، وأن درهم قرض نصف درهم صدقة كما أخبرنا بذلك نبينا صلوات الله وسلامه. يعني من أقرض شخصا 1000 دينار كأنه تصدق ب500 دينار، هذا يعني ثواب وأجر الإقراض. طيب، أقرضه 1000 دينار أو أكثر إلى شهر أو شهرين، ثم المقترض اشترى سلعة سيارة، هل يجوز لمن أقرضه أن يشتري منه السلعة؟ إذا كان العقدان منفكين، يعني اشترى منه أقرضه بقرض ثم وجده اشترى سلعة قال أشتريها منك وسيرجع له القرض بعقد منفصل ليس له علاقة بنفس البيع ولا القرض، فلا حرج ولا مانع، يشتري منه السيارة بالسعر الذي يريده ثم يجب عليه أن يرد القرض في وقته، لكن لا يكون هذا على سبيل الاحتيال. نعم. طيب، الأخ أيمن قال شربت ماء في رمضان وأنا حاولت أن أسأل هل شرب الماء عمدا أو نسيانا، وعلى فرض سأفترض الأمرين، لو نسي المسلم وهو صائم فشرب أو أكل، اختلف العلماء في هذه المسألة، بعض أهل العلم يوجبون عليه القضاء وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا شيء عليه، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه رواه البخاري. فالذي أميل إليه أنه ليس عليه شيء إن حصل منه على سبيل النسيان، وهذا في كل صيام ليس خاصا برمضان، سواء كان في صوم رمضان أو صوم قضاء أو نذر أو صوم النفل 2 وخميس أو الأيام البيض، في أي صيام إذا نسي المسلم فأكل أو شرب فلا شيء عليه، يتم صومه وقد أطعمه الله وسقاه. نعم، لكن ما أدري أيمن، لو كان عمدا فالأمر خطير، لا شك أن الإفطار عمدا من كبائر الذنوب وأنه من المعاصي العظيمة وانتهاك لحرمة الشهر، وبعض أهل العلم يقول إن عليه الكفارة المغلظة،
لأنه انتهك حرمة الشهر قياسا على من جامع في نهار رمضان بعلة انتهاك حرمة الشهر. لكن جمهور أهل العلم لا يقولون بهذا، يقولون أمره إلى الله عز وجل الذي يفطر عمدا وينتهك حرمة الشهر، أمره إلى الله، يستغفر ويتوب وينقضى هذا اليوم، وأمره إلى الله عز وجل. طيب هل طيب إذن ممكن فاصل قصير ثم نتابع هذا اللقاء، فابقوا معنا. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف إلى حواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث، بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدت ليكم لهذا اللقاء، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ونكمل بقية الأسئلة. الأخ علي يسأل عن موت الفجأة، نسأل الله العافية والسلام. طيب نأخذ بعض الاتصالات ثم نكمل معنا اتصال صلاح. تفضل يا صلاح. خير يا شيخ، حياك الله ومياك الشيخ محمود. الله يحييك ويحفظك الله يا شيخ محمود. الله يحفظك يحبك، الله يحفظك من أجلي، الله يسلمك. الله يبارك فيك. عندي استفسار، أنا عندي مزرعة على جنوب خبراتة حظيرة تاع الدواجة، وفي الهجرة غير شرعية، يجوا من مناطق مختلفة في مزارع خبراتة، يجوا على رجليها من الحظيرة ويطلبوا في الدجاج الميت النافق، فهل نعطيهم الدجاج ولا ما نعطيهمش؟ ايش في قلت لي جنبكم؟ الهجرة غير الشرعية، الكامبوات بتاعت الهجرة غير الشرعية في جنوب صبراتة، في المزارع مرات يجيبوا فيهم يبدو موجودين. الهجرة غير الشرعية، الهجرة غير قانونية. تقصد الجهات الرسمية تقصد؟ الهجرة غير قانونية الأفارقة. لا لا، أنا أريد أسأل الأفارقة هؤلاء، هل الذين يريدون أن يسفروهم ولا الجهات الرسمية لم تمسك فيهم؟ أن يسفروهم، اللي بيسافروا خارج عن طريق البحر، يعني اللي بيسافروا. لا، هؤلاء لا تعينهم بشيء، هم يجوا يبوا دجاج ميت، هم يبوا يحكم بالاستجاعة، يخلوا فيهم في أماكن من غير أكل وشرب، فهم يجوا يبوا دجاج ميت يوكلوا لهم وناخذوا، فما حكم ذلك؟ أنا في مرة أعطيتهم الحق الأمانة. لا لا لا، ما تعطيهم، لا تعطيهم أخ صالح، لا تعطيهم شيئا، لا لم تعطيهمش. بارك الله فيك يا شيخ، الله يبارك فيك، الله يخليك، الله يحفظك. لا الله يبارك فيك. معنا اتصال مفتاح، تفضل يا مفتاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير شيخ محمود. الله يبارك فيك ويحفظك. في رجل وزوجته طلعت مراتهم في الحج. نعم. لا رجل طلعت لهم الجرعة في الحج. أيوة. ولم يسبق لهم الحج من قبل، فخالته طلبت منا. طيب. أن يتنازلها على 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 جرعة على جرعته هي وزوجها.
خالته طلبت منه الخالة يتنزلها. طلبت منه خالته أن يتنزلها على ال... إيه؟ على القرعة، على قرعة الحج. بقى لو تنازل حتى زوجته بتحت حج صح؟ هو طلبت قرعة في الحج هو وزوجته. بعدين هو لم يسبق له الحج لا هو لا زوجته. وطلعت له من القرعة ما هيو بعدين خالته نعم. طلبت منها ان يتنازلها هي وزوجها على القرعة. اي فهمت عليك مفهوم السؤال. هل يجوز ان يتنازلها وهو لم يسبق له الحج لا هو لا هي لا هو لا, لا هو لا زوجته؟ هو كم عمره؟ عمره ممكن في 45 هيك فاهم. وخالته؟ فوق اكثر من 40 يعني. ها؟ اكثر من 40 سنة تقريبا. هلك لا قصدي هل فرق كبير؟ خالته كبيرة في السن جدا. والله هذا ما هذا ما عنديش عليه معلومة. المهم طيب ان شاء الله خير. طيب وزوجها نعم طلعت له هو وزوجته طبعا ولم يسبق لهما الحج. طيب ان شاء الله. طيب يا مفتاح بارك الله فيك. عندك سؤال اخر؟ بنت بنغازي تفضلي. بنت بنغازي الله المستعان. ايوه الو يا شيخ. نعم تفضلي. حياك الله يا شيخ. ايوه السلام عليكم الشيخ. انا ما عندي سؤال انا عندي طلب بس نطلب منك طلب انك تدعى لي بنغازي في هذه الايام المباركه يا شيخ. الدعاء لي بنغازي يا شيخ. امين. بنغازي محتاجه للدعاء يا شيخ. يا اخواننا المجاهدين المرابطين يا شيخ في الجبهات محتاجين الدعاء وان الله سبحانه وتعالى يمدهم المدد من عنده. الدعاء يا شيخ بنغازي محتاجه للدعاء في هذه الايام. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا يا شيخ وبارك الله فيك. طيب ان شاء الله. آمين. شكرا. بارك الله فيك. طيب اجيب على الاسئله. باي معنا محمد. تفضل يا محمد. محمد الو. محمد انقطع. وليد السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ بالنسبة لتحركات الفطر لو سمحت، أنا عندي عمتي ظروفها المادية تعبانة فهمت، هل يجوز أعطي لها مال يعني فلوس؟ يعني تعبانة عمتي. إيه عندها سبعة أصغار وما عندهاش دخل يعني ظروفها تعبانة شوية فهمت، هل يجوز أعطي لها مال أو طعام يعني؟ طيب إن شاء الله تسمع الجواب يا وليد إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ. الله يبارك فيك الله يحفظك. طيب اذا الاخ علي يسال عن موت الفجأة ويقول انه كثر نسال الله العافيه والسلامه نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان موت الفجأة اخذته اسف. اذا كان الانسان على صلاح وعلى استقامه وعلى طاعه فلا شك ان موت الفجأة يعني ان شاء الله يكون خير له. فالانسان يحتاج دائما ان يكون على طاعه الله عز وجل لانه لا يدري فعلا، لكن الخطورة والخوف أن يكون الإنسان على غير طاعة أو على معصية أو على فساد ثم يؤخذ أخذ أسف وفجأة وتسلب روحه نسأل الله العافية والسلامة. فينبغي يعني أن يحتاط الإنسان بطاعة الله عز وجل، أن يكون دائما على طاعة الله وأن يكون دائما مستعدا لهذه النهاية. فالإنسان لا يدري، بعض الناس ربما يؤمل ويظن أن الأعمار ستطول، لكن فلذلك ينبغي أن يكون المسلم يعني على استعداد لهذه النهاية. نسأل الله حسن الختام مع طول عمر في طاعة الله تعالى. طيب أيضا يسأل علي إخراج زكاة الفطر الآن، بعض أهل العلم جوز ذلك ومنعه آخرون، والأفضل المسلم أن يقتدي
بما قاله النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وما جاء عن ابن عمر أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال بإخراجها ليلة العيد بل قبل الصلاة، وإن كان هذا فيه مشقة، وكان ابن عمر يعطيها قبل العيد بيوم أو يومين لمن يقبلها، فقبل العيد بيوم أو يومين، وإن أخرجتها الآن لسيما مع حاجة الناس إليها فأرجو ألا بأس بذلك، وقد قال به عدد من أهل العلم المعتبرين. طيب، موظف يقول هو زوجته وأولاده عندهم أموال، لو جمعوها وأخرجوا الزكاة مع بعضهم هل لهم ذلك أو هل عليهم؟ نقول كل مسلم ماله خاص به، ربما لو نظر في ماله لا يبلغ النصاب، لكن لو جمع ماله مع مال زوجته ومع مال بعض أبنائه الموظفين لبلغ النصاب. نقول لا، لا يجب، انظر في مالك، إذا بلغ النصاب يجب عليك أن تزكيه وليس واجبا أن تضمه إلى مال أهلك. نعم، كل شخص على حدة. أيضا يسأل أخته ظروفها صعبة وزوجها مريض ومعاق، هل يمكن أن يعطي الزكاة لأخته؟ الجواب نعم، يمكنه كذلك، بل تعطي هذه الزكاة لزوجها لأنه هو الذي ينفق على أهل بيته، فإذا كانوا من أهل الزكاة كانوا محتاجين ولا يجدون ما يكفيهم فتعطيهم الزكاة، لا حرج عليك. الأخ محمد يقول أثر معاذ لما قال لأهل اليمن ائتوني بخميص ولبيس مكان الذرة والشعير أفضل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأثر يعني رواه البخاري ورواه ابن أبي شيبة وغيرهما، واستدل به أهل العلم في جواز دفع القيمة أو عدم إعطاء المنصوص عليه، وأن الأمر فيه سعة بحسب المصلحة والحاجة. نعم نعم أخ محمد، صحيح العالم لا يجوز له أن يفتي في مسألة سيما إذا كانت نازلة إلا بعد أن يعلم الكتاب والسنة والدلائل، ثم أن يفقه الواقع حتى يتمكن من تنزيل الأدلة على الواقع، فمن لم يفهم واقع المسألة وما يحتف بها ليس له أن يفتي في هذه المسألة، لأنه ليس عنده علم يؤهله لمعرفة حكم هذه النازلة، وهذا صحيح. نعم الأخت ريان تقول تلبس الحجاب إلا الجوربين، هو الجمهور يقولون الحجاب فرض باستثناء الوجه والكفين، يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين عند الجمهور، ذهب بعض العلماء إلى وجوب تغطية الوجه والكفين، وإذا كانت المرأة جميلة فأهل العلم يقولون باستحباب، وبعضهم قد يلزم المرأة بأن تستر وجهها إذا كان جميلا وتفتن عباد الله عز وجل. نعم الأخ مفتاح يقول خرجت له القرعة وخالته طلبت منه، أقول ليس للخالة أن تفعل هذا، وأنت إذا ما حججت قبل فهذا واجب عليك وأنت الآن مستطيع، وهي تستعين بالله ولعل السنة القادمة بإذن الله يتيسر لها، إن لم يتيسر فهي غير مستطيعة غير مكلفة بهذا، لكن لو كان الإنسان صغيرا والخالة كبيرة وأثرها بهذا على أمل أن يتيسر فربما يكون الأمر فيه سعة. نعم الأخت بوغاز أسأل الدعاء نسأل الله أن يفرج الكرب، وسأدعو بدعوات يسيرة في نهاية الحلقة. أيضا الأخ وليد يقول عمته فقيرة جدا وهل أعطيها من الزكاة سواء زكاة المال أو زكاة الفطر؟ نعم لك أن تعطيها ولا حرج عليك، العمة هذه صدقة وصلة، وبالنسبة لي هل تعطيها طعاما أو تعطيها القيمة بحسب الحاجة، أينما وجدت الحاجة والمصلحة فهو المتعين في العمل بكلام النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وما فهمه أهل العلم، أن الأمر يرجع إلى المصلحة والحاجة، إذا كانت مصلحة الناس والفقراء وكانت حاجتهم إلى النقود أكثر من الطعام فلا بأس بذلك، وإذا كان الناس محتاجين للطعام فهو الذي جاء به النص
ذكره كثير من أهل العلم. نعم، هذا ما عندي في هذا اللقاء، وأسأل الله جل في علاه وتبارك في علياه أن يبارك لنا فيما بقي من أيام وليالي، وأن يتقبل منا ما مضى من شهر رمضان، وأن ينصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يوحد صفهم، وأن يعيد لهذه الأمة أمجادها، إنه على كل شيء قدير. نسأله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يحقق آمالنا ومطالبنا وأن يفرج كربات المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تفرج هم المهمومين وأن تنفس كرب المكروبين في كل مكان من بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم وفق من أراد إعلاء كلمة السنة والدين يا رب العالمين، واكفنا شر أنفسنا وشر الأشرار، إنك على كل شيء قدير، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.